بما انه ثاني يوم عنا عيد، كان صعب انه كنت يعني ليله عيد طلع جنازي، اصريت انه الدفن يكون الليلي مهما يكون الثمن. امهم كانت في المستشفى، لما جبنا الاولاد اخوها لمرت اخوي طبيب، قلت له انت بتروح على المستشفى؟ بتطلع لي امهم بكل ثمن، ما بقدر ادفن الاولاد وامهم شفت. تخيل بنجيب الام الاولاد قدامها في التابوت وطعجنا تخت الام عشان تقدر تتطلع عليه، تتطلع تودع نبعيد تطلع عليهم. اقول لك يعني هي كانت تطلع، انا بعرف اذا كانت انا بعرف اذا هي بهذا العالم كانت. يعني تخيل ام تطلع اولادها بتصفن على حسب صفنتها. انا قلت الام مش بهذا العالم، مش موجوده معهم، ولا كلمه حكت ولا صيحت ولا صرخت ولا دمعت. اظهر انه كانت في وضع فتخيل اخ مصطفى انه الساعة 1:30 نطلع من البيت اتجاه المجنة، الاف البني ادمين موجودين في هذه الارض.